والآن مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة، وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة. وقعدت هو كنوا فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالأمارة دورة المياه الثانية اللي في اخر الطرق، واللي راح بلطين ولبس مايوه بفتة وقف على البحر يتبلطم ويعكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحدة ببلطيم يعكسه لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثة اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه ومعلقه على باب المدرسة هنا اهو. يلا معتادة مارش، يلا يا سادة كل واحد على فصل. يلا يا حضرة الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ انا بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده اللي الناظر برضه. ما انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمهم. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة. ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر، إيه؟ ام عوض بعت لك البيض ده وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيض؟ اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سيادة الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن السافل. الخيل، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قال؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية جواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، انت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده هو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لكون أنا اللي ضربه. ابتدي.
مستر بهاء لازم تشوف حل مع الطلبة دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصة. ليه؟ اصل الولاد في حالة مش طبيعية وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتنجي عليا ولا ايه؟ قولي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان. ماشي. تعالى كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمي كده ليه؟ ياما ما أنت عارفة ياما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا عاملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ؟ إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم ما اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم. ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت وانا مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخوان انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انت هنا خلاص. اسمعوا بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ها؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جتكنيله انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي حرف الايه. انسه. من يا اخويا؟ انسه. مين انسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لحظه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا هبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت أو لما الملائكة تسألك تعرف تجاوب.